الأطفال دايماً ما بيصدقوا يقلعوا جزامهم علشان يلمسوا الحشيش أو الرملة أو يحطوا رجليهم في المية. كان ليا واحد صاحبي معروف عنه إنه بيمشي حافي. في مؤتمرات الصيف في العجمي على الشط في البيت ولما بيروح يشتري حاجة. على الحشيش وعلى البلاط وساعات كمان حتى على الأسفلت السخن في الشارع. كان سهل تعرفه من بين الناس كلها لأنه ما كانش بيلبس جزمة. موسى اتقال له إنه يخلع نعليه لما قرب من العليقة المشتعلة، مش لأن النعلين دول حاجة مش مقدسة، لكن علشان ده هيخليه يقرب من القداسة اللي على الأرض ويتقابل معاها فورا من قريب. زي ما تقول كده إن ده كان بيشيل الحاجز، أو ممكن تقول كان هيخليه يلمس القداسة وما تكونش فيه حاجة فصلة عنها. في أديبة إنجليزية قالت مرة: الأرض تزدحم بالسماء وكل علقة عادية تشتعل بالله، لكن لا يرى ذلك سوى من يخلع عليه، أما الباقون فيجلسون حولها يقطفون الثمار. صلاتي لينا كلنا يا رب نكون من الناس اللي بيقلعوا جزامهم كتير، مش بس على عتبة أماكن العبادة، لكن إن احنا ندرك إن في حاجات مقدسة في كل حتة حوالينا على كل أرض عادية.